بس صدق صدق ابغى واحده اكبر. الله امان ما عندك تتكلم صدق ازر خلي تاكل يمكن يفوت الشب. يلا يلا خلص روح انت روح يلا يلا الله خذ خذ شفت لونها والله شوف شوف كيف اي والله ما شاء الله انا جاني دقيقه السناره حقت السلك لحظه راح 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 انت راح ارفع رجلك الثانيه رحت كذا راح راح من هنا يسار يا شباب ترى اصبر احنا طالعين نمون للعشاء والله كله صغير هذا ما يتاكل اي ما يسوي شيء هذا لا 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 مقبلات هذا امسك امسك مقبلات خلنا 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 الواحد تعود على صيد السمك الحين ما قدرت تطلعها من السنارة لكن جربت شلنا ايش رايك شفت الالوان اللي جبناها وياك إيه؟ الوان غريبه احنا ما نقبل اي شيء اصلا يا رجال زين تدري ايش يقول والله والله سمك بس مقطوع يقول لو اصيد معكم تشوفون كيف صدق قلت له يلا والله صحيح ف عندي لكم راي يا شباب الطعم كثير لا لا مي على الطعم مي على الطعم بس غريب ان الطعم والله الطعم وصل برذا Why it's fish أحلى أحلى مع فرنسي شلون شلون ودي أتعلم ودي أصير قوي مثلك أبو صالح ودي أصير قوي مثلك شلون Why eat fish It's good Fish eat fish إيه أسماك تأكل بعضها الكبير يأكل الصغير هذا زي نظام الغاب يعني الفش يأكل الفش لا الفش ياكل الفش الفش ياكل فشيش الفشيش الصغير يا زين الهدوء احيانا الواحد يحتاج هدوء في حياته الله مو 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 هدوء اللي هو بعيد عن الناس الاهل والاحباب ولا لكن يحتاج تفكر يحتاج كذا جلسة مع النفس مع الذات يصحح بعض الأوراق بحياته كل شيء كل شيء يرتب أوراق حياته تفكر الله عز وجل يقول أفلا يتفكرون فعلا برضو يحتاج تأمل احنا البحر هذا سبحان الله أنا طبعا غصت مرة في البحر وين؟ شوف دبي ايه فشفت شو اسمه حيوانات والله يعني اول مره تشوف مو اول مره ما في امل يعني تشوف زيها فكيف ان الله عز وجل يعلم كل شيء يصير تحت البحر وعدد قطرات البحر وعدد الحيوانات اللي موجوده في البحر وعدد الاشجار وانواع الاشجار والبحر المالح والبحر العذب هذا يدل على قدره الله عز وجل البحر يستاذن الله في اليوم مرتين يهلك بني ادم بسبب ذنوبه صحيح نعم يو يا ابو حسين صوت صوت ابو حسين صوت خليك كذا على الحجاز ممكن السمك تجي والله ممكن السمك تنطر افكر ايش اقول يلا شوف لما غنيت في الحجاز جتني واحده اقول أفكر إيش أقول نسيت الكلمات وعداني وصار وليش تنسى الله وليش تنسى وانت ماسك السنارة تصيد اي والله تصيد اي والله تصيد تصيد وما صدت الا سمكتين طيب يا طيب
روح يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ربي إنك مقصودي ومعتمدي سبحانك يا ربي إنك مقصودي ومعتمدي معتمدي ومرتجاي لدنيا ومنقلبي يا رب يا رب يا رب إنك مقصود ومرتجاي لدنياي ومنقلبي فاغفر وسامح عبيدا فاغفر وسامح عبيدا ما له الله فاغفر وسامح عبيدا ما له عمل الله الله بالصالحات وقد أوعى من الحوب لكنه تائب لكنه تائب مما جناه وقد الله وقد أتى معترفا يخشى يخشى من الغضب الله فإن عفوت يا رب فإن عفوت ففضل منك يا صمد فإن عفوت ففضل منك يا صمد الله الله يا ابو حسين الله الله يسلم بقك حبيبي يسلم بقك ابو حسين تبغى صدق والله انصح اي واحد يغوص انه يغوص اقسم بالله العظيم يطلع يقول الله وش الدنيا والله ما فيها شيء يعني ايش اللي تشوفها بالدنيا الاشجار ذي يعني كل المناظر هذه كلها ولا شيء ولا شيء والله ولا شيء الحيوانات طبعا في الدنيا ما فيها كل المناظر ولا شيء الدنيا ما فيها الا انسان وحيوان تحت شوف الحيوانات اشكال والوان يعني طبعا في بعض القنوات الاعلاميه او قنوات متخصصه البرامج اللي يجيبون عن الاسماك والعالم عن البحار من البحار والله يا اخي تتابعها ما شاء الله تبارك الله طيب معليش الاكسجين اللي معك شو وضعه طبعا احنا يمكن كلنا ينفعنا الاكسجين الا شو اسمه ابو صالح ليه اسطوانه لازم اسطوانه غاز ليش تضحك ابو صالح ليش غيران مني لا رشيق يا اخي اليوم ماشي
خمس دقائق، انت ما كملت دقيقة. ليش؟ حرام عليك. لكن صدق والله شفت بعض الحاجات والحركات اللي موجودة عند الغواصين، زي مثلا كذا تقول تمام كذا يطلعونك على طول. شو؟ يطلعونك شلون طلعنا؟ يطلعونك برا، هذا يعني عندك مشكلة. لما تقول كذا تمام، طبعا تمام كذا معناها يعني طلعني فوق. ابى اطلع فوق. ايه، لكن اذا كذا يعني الوضع اوكي. اوكي. كذا النفس عندي شوي بينتهي. وكذا؟ كذا ابى اختنق. لا يقول كذا بس. ليه؟ كذا. ايه. ليه؟ على طول بعده الله يرحمه كان طيب. والله. سوى قرش. اسمع يا غزالي. معك. لغز حجازي. لا يحكي عن الاجواء هذه طبعا، هو صدق لغز يعني يقول انشد اهل اللغز يا ويش رجال. رجال. يشيل حي وميت ما يتعبونه. بيته كبير وفي خير وسعة بال، واللي زعل فالخلق ما يقدرونه. ما يقدره غير الولي ما به جدال، رب كريم والملا يرتجونه. يرتجونه. البحر. صح بوك. عد 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 خطب قال بحر. يلا. يا ويش رجل انشد اهل اللغز يا ويش رجال. رجال. يشيل حي وميت ما يتعبونه. صح وارد. صح. بيته كبير وفي خير وسعة بال، واللي زعل فالخلق ما يقدرونه. إذا أمره الله إنه عز وجل يغرق إنه يمشي خلاص ما حد يوقفه. ما يقدر غير الولي ما به جدال، رب كريم والملا يرتجونه. يرتجونه. ألا اسمعوا اللي بيعيد بيت واحد من هالقصيدة ها؟ لا هدية كبرى. لا نبغى سمكتك. اسمع ولا سمكتك. يلا. يقول فراق حل ما له حل، حله مستحيل يحال. بحلت بحالتي يا حيلة الله يا قوي الحيل. لي طال الطويل وطالت المدة وصبري طال، طلبت الله يا الله الفرج عجل بلا تأجيل. تهل الدمع عيني هل هملول من الهمال، لي هلت هماليلة على الوادي وسال السيل. ألا واجول قلبي جول جول انجال، ثم انجال أجل وشعاد يا المجمول. جل مجملك تجميل جمالك يا جميل، أجمل جمال مر بالأجيال قهرت الجيل. كله يا مليك أجمل جمال الجيل. تعال اهلا وسهلا يا هلال، هل عقب هلال هلا بك عد حب الهيل والتسبيح والتهليل. اقوله قول قايل صح ما هو قول، قيل وقال مقال يوم اقوله ما تقول مثل قال وقيل. الا يا عادل يا عدلك كفى تعذل، وانا عذال عدلك يا عذولي كف عدلك وترك التعذيل. ابرحل رحلتين مرحلتها تتعب الرحال، بحلم حلم محتمل حلم بلا ترحيل. الى اخر القصيده. ايش كلام هذا يا شيخ؟ صح لسانك. الله صح لسانك. ابرحل حل من حل حل حلاحيل الحلاحيل حل حال حال. ايوه وحلت حلاحيل حل حالك محل حل حلاحيلها. كفو صح لسانك. الوكاد ان سمكته حلال حلال عليه. الوكاد يا ابو عناد ان الخبر نفس الخبر. طلع من الدوام. كفو كفو. ولا شوف شوف. لا انا خلاص صرت زي السيد. عادي ما عندك مشكله. عادي يعني تعرف المتعود يصيد بس الحين مو متعود افكها من ولا فكيتها انا ولا بفكها. تشينج ها؟ لا نفسها يا رجال حلوه. لا الطعم هذا مبارك. لا عشان اليوم طيب. عشان اليوم طيب. ها؟ يلا 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 يلا. اي دون افتح. انزين كروم كروم بوجهك. وجهك وجهك كروم. ثانك يو. بسم الله على بركة الله. ترى صلاتنا يا شباب في القارب هنا. صدق؟ نعم. شوف وين القبلة. والله ودي أذهب. غزالي وين القبلة؟ ها؟ وين القبلة؟ صدق بألبح. ترى دخل ترى الآن دخل وقت المغرب. كيف تعرف؟ كيف تعرف القبلة؟ قبلة شوف القمر هناك وحن الآن. عاد شوف موجود عندك القمر. نشر عليك. القبلة اتجاه الشمال الظاهر. وين الشمال طيب؟ لا هي حلها ماليزيا شمال غربي. شمال غربي في طريقة والله في طريقة حلوة سهلة. شمال ايش شمال؟ يا في طريقة حلوة سهلة ما احد يعرفها. مو في ناس قليل. كيف تعرف القبلة اذا ما معك بوصلة ولا تدري وين الشمال والجنوب؟ والله في طريقة اقسم بالله. يلا علمنا. مضمونة 100%. اسلم. تعرف؟ لا والله ما اعرف. تعرف؟ لا. اه غزالي ما اعرف. احيانا بالنجوم انا اذكر نجم. لا اسهل من النجوم. اسال اي واحد. خليك واقف بالله. مشكله ان ما ادري. ماشي ماشي. تذني يا ابو حسين. الله اكبر الله اكبر.
الله أكبر الله أكبر. هنا ما في شيء. تعال 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 هنا تعال هنا. ايش الحين بصيدك من سمكة بيضاء؟ اصبر خلنا نرميها. اصبر اصبر اصبر. انا حاط حمد في غير الطعم هذا؟ الليل اللي. اي والله الليل الليل. يلا هذا ابو حسين والله ما قصرت ابو حسين. تدري كل اللي جايبينها اربع سمك صراحه. لا 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 اكثر 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 صدقني اكثر. لا لا في 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 صدقني اكثر. لا لا صدقني اكثر. كم كم عددها؟ عبد الله طبعا هذه مودك الواحد يقول يتفرنك يقول انا خلاص صياد ماهر ومحنك في البحر بس الحمد لله مرت بسلام يعني ما اشوف انه يعني مبسوط منها الصراحه بالعكس حبيت البحر ودي اروح اطب مره ثانيه يعني و يعني الحمد لله شباب.